تم اليوم تدشين فضاء دارنا للاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، أتيحت فيه الفرصة للحرفيين حتى يعرضوا منتجاتهم التي تعكس عادات وتقاليد ولاية القصرين من صناعات تقليدية كالزربية والمرقومة والأواني الحرفية والرسم على البلورة. دارنا هي عبارة على شراكة ما بين ترواز أسوسياسيون، أسوسياسيون ألترناتيف سان فرونتير، Association Platès, plateforme de l'économie sociale et solidaire de Tunis, ou Société Hôtel d'information Melgasserine Lana, qui est suite à la coopération entre PACA, Provence d'Alpes, Côte d'Azur et région de Kasserine. نحن accompagne dès l'idée, le fikra nta le projet, dès la création du projet jusqu'à la pérennité du projet. نحن الهدف من الحكايه هذه ان نحن باش نشجعوا لي جين كاسرينوا de développer leurs projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, mais de proposer des idées dans le domaine entrepreneuriat social. Nous voulons nous inscrire dans le patrimoine et nous voulons montrer notre patrimoine et nous voulons montrer le projet de بروجي اخر زاد كيف يعني في الصحه، يعني هما اعطونا فرصه وهما اللي زاد اعطونا فرصه باش نجموا نحنا نبرزوا اكثر ونلموا برشا حرفيين وعملوا لنا مشروع في الصناعه التقليديه اللي هما عملوا لنا يعني قاعه عرض للمنتوجات الصناعه التقليديه بولايه القصرين. ورغم اهميه منتوجاتهم في الحفاظ على اصاله وتراث الجهات، الا ان الحرفيين يواجهون جمله من الصعوبات كالترويج والتمويل والتكوين. ما عنيش لوكال وين نعرضوا المنتوج نتاعنا. المنتوج نتاعنا ماهوش معروف، ناقصتنا دعايه، نحبوا على ركن وين نروجوا المنتوج نتاعنا في الجهه، خاطر هذا من تراثنا من اصالتنا. انا المنتوج نتاعي نروجوا في معرض سوسه الدولي، نروجوا في معرض الكرم، وفي الجهه ما عنيش لوكال وين نعرفوا بالمنتوج نتاعنا. الطلب الوحيد لو كان يعطونا يدعمونا بالتكوين وتشغيل، وشوفوا لنا زاد حل للترويج. اما مش راهو اللي عنده خدمه وعنده برشا سلعه يخدمها ويبقى يتفرج فيها. فضاء دارنا هو فضاء تناقش فيه الافكار وتنجز وتقدم فيه المعلومات وتحلل، فمن لديه فكره مشروع او بدا في مشروع ما يجد ظلته في هذا الفضاء حديث النشاه ليؤطره ويكونه حتى يبدا الخطوه الاولى وينطلق في مشروعه دون عقبات.